Arapça 2, bölüm 7, okuma. القسم السابع قراءة. الأرنب الصغير. إن الذكاء مهم جدا في حل المشاكل والتخلص من الخطر قبل وقوعه. هذه القصة عن الأرنب الصغير يشير إلى أهمية الذكاء في التخلص من الأخطار. كانت الأرانب تعيش في سلام وأمان، كانت تأكل الأعشاب وتلعب وتقفز. يوما من الأيام فجأة هجم عليها أسد جائع. أسرعت الأرانب إلى الجحر وفكرت ماذا تفعل. قال الأرنب الصغير: عندي فكرة. ذهب الأرنب الصغير إلى الأسد وقال له: أحضرت لك أرنبا كبيرا للغداء، لكن أسدا آخر خطف مني الأرنب عند البحيرة. جرى الأسد إلى البحيرة ورأى أن صورته في الماء، فقفز الأسد في البحيرة وغرق. قالت الأرانب: شكرا لك أيها الأرنب الذكي.